عليكم اخواني الفلاحه، حنا متواجدين في ضواحي فيني بن احمد، اي الموقع الرقاده اللي حنا متواجدين فيها هذا النهار هذا اللي هو يوم الاربعاء 23/24/2021 الساعه تشير الى 9:30 صباحا. وهذه المنطقه هذه اللي اول مره زرناها، اللي جينا اليوم باش نديروا واحد ديمونستراسيون دو بلونطاسيون دو في هذا الموقع هذا. لأول مرة زرت هذا الموقع هذا، المنطقة هذه واحد المنطقة هائلة تبارك الله بما يخص زراعة الحبوب، أشجار الزيتون إلى آخره. واحد المنطقة تبارك الله منطقة أحسن ما شفت. شاهدوا هذه المنطقة هذه كيفاش دايرة. بعد ما جيت أنا هنا، أنا والسي حميد الصالحي اللي طلب منا السيد باش نديروا واحد زيارة ميدانية عنده باش يبدا في هادشي ديال لابلونطاسيون. بغينا نعطيو نوريو ديمونستراسيون دو بلونطاسيون، وكيفاش غادي يبلونطي، كيفاش غادي يدير لابياج، كيفاش غادي يدير ترومباج دي راسين، وكيفاش غادي يبوزيسيون لي بلون. داكشي باش جينا عندو، وتبارك الله شي جد هائل. واحد الجو هادي بارد بحال الا قلتي الاطلس المتوسط بعدا في هذا الصباح، ولكن من بعد ما نعرف في غادي تولي البروده. شاهدوا تبارك الله المنطقه هادي واحد المنطقه اللي تبارك الله لوباسان، تبارك الله اللي واحد المنطقه جد هائله. نتمنوا ان شاء الله عاود دير واحد الزياره اخرى لهاد الجهه، ونتمنوا ان شاء الله نبداو في الزيارات بحال هادشي او خرجات ميدانيه باش يمكننا نتواصلوا مع الناس ونتواصلوا مع الفلاحه، ما نبقاوش محدودين وما نبقاوش غير كنهضروا في سميتو غير في البلاصه بلا ما تخرج بلا ما تشوف. لذا كنحييكم ضواحي بن احمد، تابع لي يقلب سطات، وحنا في هذا الرقاده دابا بالضبط لوليو فاش كنا دابا. تحيه لكم من هرمون محاشي كنيسه بيق صلاحات حمايه النباتات انصا دازرو. السلام عليكم ورحمه الله. وحنا كنخدموا لاجل كابيتال دي بومي، كنحيي الاعضاء ديالو.